سيل. هنا بقى ايه بوليهيدرال وجرانيولوزا سيل. تمام كده؟ هنا بوليهيدرال برضه ايه وجرانيولوزا سيل. جرانيولوزا جرانيولوزا سيل. تمام. اجي ايه هنا على الايه الخلايا دي، في اشياء ثانيه بنكتبها، اكتب له ان هي في الاخر هنا في اتريزيا تمام ونوسكار، يعني بيبقى اسمها ايه اتريتيك فوليكل. ماشي. طيب هنا تمام برضو ايه اتريزيا ونوسكار، نفس دول اكتبهم ايه هنا. تمام. طيب هنا بص لبنات ايه جرانيولوزا سيلز، اروح اكتب له ايه ثلاث اشياء اللي هم بيطلعوا من الجرانيولوزا ايه سيل، او بيسوي لهم الجرانيولوزا سيل، بتطلع في الهود صحيح؟ تفرز ايه ثيك جلوكو بروتين لير، ثيك جلوكو بروتين لير اللي اسمه ايه؟ زولا بليوسيدا. موجود وين زولا بليوسيدا؟ على السلم البرين حاجة الاوسايت، على السلم البرين حاجة الاوسايت اللي هبطكم الهبطه كمان في مريف الهبطكم على السلم البرين حاجة الاوسايت. تمام. يبقى في زونا بليوسيدا اسمه سيك جلوكو بروتين بلو لاين، بلو لاين حوالين الزونا بليوسيدا. تمام كده. طيب تالت شيء ان يحصل فيه سيكا فليكيولاي، كونت السيكا فليكيولاي. خلاص كده يا اخواني ماشي؟ اه واضح؟ واضح. طب حلو، هنا في سكندري فوليكل هم نفس الثلاثة دول. ماشي؟ أروح كاتب له كده. ثلاث إيه أشياء. هنا في إيه فلويد، بس الفلويد ده تجمع وبقى أنترال. ماشي؟ أروح جاي من فوق كده أكتبها إيه أنترال فوليكل، أنترال فوليكل. ماشي؟ طيب هنا في سيك جلوكو بروتين لير اللي هو الزونا فيديوسي ده نفسها زي ما هي. صحيح؟ صحيح. تمام؟ طيب. واضح؟ عارف. طيب هنا في ايه السيكا، سيكا فولوكيولاي، السيكا فولوكيولاي بدات ايه تتحول الى سيكا انترنا، سيكا اكسترنا وسيكا اكسترنا. السيكا انترنا دي عباره عن ايه سيلز، سيكا اكسترنا دي عباره عن فايبرز. واضح؟ واضح واضح واضح. هتبدا يحصل لها ديفرنشيشن يا معاذ من اول السكندري. ها؟ مين تاني هيسألني؟ واضح؟ واضح واضح واضح. طيب الجرانيولوزا سيلز هنا في التيرشري فوليكل، التيرشري فوليكل الجرانيولوزا سيلز هتعمل ايه؟ هتعمل الاتي اهو كده ايه بتوع المدارس اللي اتعلمتهم. الانترم زي ما هو فلويد انترم ماشي؟ والزونا باليوسيدا زي ما هي الزونا باليوسيدا، بس حوالين الزونا باليوسيدا هيكون ايه في سنجل لاين، سنجل يعني سمبل سمبل من الكولامينر سيل اسمها ايه كورونا رادياتا، كورونا ايه رادياتا. واضح؟ واضح. طيب حلو الكلام. طيب والسيكا في الكولاي كانت تحولت الى ايه؟ الى انترنا، تحولت الى ايه يا ولد؟ اكسترنا وانترنا واكسترنا. ماشي؟ تمام؟ طيب ودي ايه سيلز؟ ودي ايه فايبرز؟ ماشي؟ عايز اقول لك ايه هنا ايه؟ هيبدا يحصل فيه سيباريشن، لاين اوف سيباريشن بين الفوليكل والايه؟ والاوفيريان ستروما. يحصل فيه سيباريشن بين الفوليكل والاوفيريان ستروما اللي هو البيزمنت ميمبرين. خلاص كده واضح؟ واضح واضح؟ واضح. اطلبهم كده صورهم واحفظهم، يلا بس بسرعه عشان نشوف اللاب. نعم. يلا عشان نشوف اللاب ونشوف اللي ايه الكوربس ايه اليوتيوب. ها؟ سيكا انترنا بتكون ايش؟ السيكا انترنا دي عباره عن سيلز اللي هي بتطلع اسود. ماشي؟ اللي هي فيما بعد تحليل هتطلع اسود. كوجسترول هي سيكا جرانيولوزا جوتاين سيل، اسمها جرانيولوزا جوتاين سيل. حصل اوفيوليشن الاوفر، بص يا حبيبي لما حصل اوفيوليشن الاوفر طلعت اللي هي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اوفر، الاوفر عباره عن ايه؟ عباره عن اوكوسايت تمام كده؟ زائد ايه؟ زونا بليوسيدا حوالين منها، زائد الكورونا رادياتا تمام كده، زائد شويه خلايا كومولس او اوفورس.
ماشي ماشي كده، وزود الجمله صور فرص عشان نسيناها في الجرانيولوز سيل في الجراف اللي اكتب مع الجرانيولوز سيل اكتب جمله صور فرص. ماشي كده يا شباب؟ خلاص انت ما بتكتبهاش اكتر. يوفيلس اوفو فورس مع الجرانيولوزا سيلز اللي كانت في الجرافيال فوليكل. الجرافيال فوليكل كان فيها الجرانيولوزا سيل عملت فلويد انتر وسوت ايه زونا ايه بليوسيدا وحصل ايه كورونا بيانا وعملت ايه يوفيلس اوفو فورس. ماشي يا شباب؟ طيب دي الاوفر لما طلعت الجسم الباقي اللي هو كان ايه باقي للستراكشر؟ كان جرانيولوزا سيل، تعالى نفتكر كده، كان في جرانيولوزا سيل والبيزمنت ممبرين، صح؟ تمام؟ لو حذفنا الايه الاستراكشر دوت من الاشياء دي، لو حذفنا الاشياء دي من الاستراكشر الموجود في التيرشير فوليكل، تمام؟ هتبقى معانا ايه؟ الجرانيولوزا سيل والبيزمنت ممبرين والسيكا انترنا والسيكا اكسترنا، صحيح؟ تمام؟ بروح ايه رسمهم ايه كده؟ اهو ده البيزمنت ممبرين ودي الجرانيولوزا سيل سوت ايه فضل، تمام؟ وده ايه الليومن، تمام؟ ماشي؟ وده هنا ايه السيكا انترنا وكده ايه السيكا ايه اكسترنا، ماشي؟ ده الاستراكشر حاجه الكوربس ليوتيم. يبقى الكوربس ليوتيم هيتكون من فضل من الجرانيولوزا سيل وبيزمنت ممبرين وسيكا انترنا وسيكا اكسترنا. الكوربس ليوتيم من اسمه كده اندر افكت اوف ايه ال اتش، تكتب هنا ايه ال اتش. ال اتش ده بيسوي ايه؟ يخلي الجرانيولوزا سيل، الجرانيولوزا سيلز دي تمام فيها سموث اندوبلازم كريتيكولوم وميتوكوندريا وليبيد بروبلين اللي احنا هنسميها فيتشر ستيرويد سكريتنج سيلز، تمام؟ ودي بتطلع بروجسترول، السيكا الجرانيولوزا بتطلع بروجسترول، تمام؟ بروجسترول جرانيولوزا بتطلع بروجسترول، تمام كده؟ طيب والسيجا انترنا هيبقى فيها فيتشر برضو ايه؟ ستيرويد سكريتنج سموث اندوبلازم كريتيكولم وليبيد دروبليت وميتوكوندريا، ودي بتطلع ايه؟ استروجين. دي اسمها جرانيولوزا لوتاين سيل ودي اسمها السيجا انترنا هيبقى سيجا لوتاين سيل. وضحت كده؟ ده الاستراكشر دوت اسمه كوربس ليوتيم. كوربس ليوتيم. لو في بلاد هنا هيبقى كوربس هيموراجيكا، لو مفيش بلاد في اليومن هيبقى كوربس ليوتيم بس. طيب لو حصل ايه ما حصلش بريجنسي هيبقى كوربس ليوتيم اوف ايه منستويشن يفضل عمره 10 ايام او 12 يوم. لو حصل بريجنسي هيبقى كوربس ليوتيم اوف بريجنسي ويفضل من 4 الى 5 شهور، خلاص تمام. طيب بقى لو حصل منستويشن وبقى ايه من 10 الى 12 يوم بس بعد كده هيروح في نطيف في الهواء اختفي، لا هتحول الى كوربس البيكانس. الكوربس البيكانس هتيجي الماكروفاج تاكل شويه بس مش هتقدر تاكل الاستراكشر ده كله، تمام؟ يجي الكولاجين فايبر ويحصل له ديبوزيشن هنا، تمام؟ يردم عليها كولاجين فايبر. كولاجين فايبر لما تراكم في شيء يحصل له ديبوزيشن يخلي لونه ابيض فسموه كوربس البيكانس اللي هو اتريتيك كوربس ايه اليوتيوب، تمام؟ اتريتيك كوربس ليوتيوم بنسميه كوربس ايه البيكانس، واحد مات واتدفى خلاص؟ كوربس ايه البيكانس. وكذلك ايه لما يحصل بريجننسي من 4 الى 5 شهور، بعد الخمس شهور دول ايه؟ هيحصل له كوربس ايه البيكانس. واضح كده يا شباب؟ واضح؟ خد لك بحث واضح؟ واضح. شرحتهم كده يا ولد وانا شغال في الصوت، قالوا لك لا انت ما تقعدش معانا، انت تسافر بره، ما تقعدش في الكليه هنا ابدا. انت خطر علينا الطلبه كلها بتحضر وما بتحضرلهاش، اكسب اطلع بره مصر. واضح؟ خش عالم في الاو بي اس بي. الفالوبيان تيوب يا اخواني عشان الايه الوقت يتهمنا، بص ما حدش يتكلم يا شباب، اللي عايز يتكلم يكلمنا، انا هزر معايا انا بدل ما تهزر معاكم. كاتب تحتها احط صوره زي كده ولو كاتب تحتها اسمي؟ العلماء العلماء كتبوها مو عارف الستودنتس. اسمها سهل. بص يا شباب الفالوبيان تيوب بتطلع من اليوترس نفسه،
تمام من الول بتاع ايه اليوترس، تمام تخيل الول كده بتاع الايه اليوترس تمام، وحته طالعه ايه منه ايه الفالوبيان تيوب، طالع منه كده ايه الفالوبيان تيوب ماشي. بعد كده وهي طالعه بيصير ايه جزء ايه نار كده اسمص، وبعد كده الامبوله وبعد كده ايه الفنيكولا، وبعد كده الفيمبريال ايه ايه الجزء اللي داخل اللحم حاجه اليوترس داخل اللحم في اللغه الانجليزيه اسمه انترا انترا يعني داخل اللحم في العضل يعني في اللحم اسمها ميورال انترا ميورال تمام كده، يبقى اسمه انترا ميورال او انتر استيشيال ماشي. وده الاسمص ودي الامبوله اللي هو النص دايليتد بار، وده انفانديبولوم. وانا قلت لك انفانديبولوم دي معناها ايه المدخل الحوش، يعني انت داخل من الفيمبريال ايه اول ما تدخل على طول هتلاقي ايه الحوش اللي هو الانفانديبولوم ده تمام كده. طيب تعالى نتكلمه ونقول لك بلغه ايه الهيستولوجي. بلغه الهيستولوجي هقول لك الفالوبيان تيوب تتكون من ميكوزا وماسكولوزا وسيروزا. الميكوزا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايبسيليوم دوت فيه بارشل ايه سيليت السيبل كلامنا الايبسيليوم بارشل سيليت البارشل ايه سيكريتوري تمام كده، وتحتيه لامينا بروبريه. لامينا بروبريه ده عباره عن كونكتيف تيشو فيه بلاد فيزس بيغذي الايبسيليوم دوت. وبعد كده ايه ماسكولوزا، ماسكولوزا انر سيركولار واوتر لونجيتودينال تمام، كلهم في البلوك اللي انت بتاخدهم الماسكولوزا انر سيركولار اوتر لونجيتودينال ملهاش حل تاني خلاص. في الفاجينا انر سيركولار اوتر لونجيتودينال ماشي، انر سيركولار اوتر لونجيتودينال ايه ماسكولوزا. وبعد كده في سيروزا اللي هو البريتونيال كفرنج دي ايه فالوبيان تيوب، ده مهم عشان بيحصل فيها ادهيجن وسكنجاتس واشياء ايه كتيره ايه مهمه. تعالى نتكلم بالتفاصيل اكتر على كل بارت والفرق ما بينه وما بين البارت الثاني. هقول لك وظيفه الفالوبيان تيوب ايه وظيفتها ايه. ايوه كيف يحصل فيشلايزيشن الامبوله مش كيف مش وين يعني انا بسحب الاوفر من هنا من البروتونيه بروح مدخلها داخل الفالوبيان تيوب صحيح، وعايز احرك الاوفر من هنا الى داخل اليوترس صحيح، يبقى عايز ايه ايبسيليوم، والايبسيليوم ده في حركه عشان كده قلت لك ايه بارشلي سيليتك. طيب على بال ما تاخد المرحله او المسافه دي كلها عايز سكريشن، يبقى اسمه بارشلي سيليتك بارشلي سكريتوري عشان يدي ايه سكريشن للاوفر تمام. وعشان كده في سموث ماسل اللي هي هنا سيركولار او تلمتريدنا تعمل ايه بروفايل موفمنت تعمل كده، يعني الاوفر هنا تروح دايس عليها كده توصل كده هنا دايس عليها كده تيجي هنا تروح دايسه كده توصل هنا هكذا ها ماشي لحد ما تصل الى ايه الى اليوترس. حلو الكلام؟ حلو. طيب كيف احقق العمليه دي؟ تمام؟ قال لك بص اكتر مكان في سيليا من وجهه نظرك انت بالفهيمه اكتر مكان المفروض يكون فيه سيليا هنا ولا هنا؟ لا البدايه هنا ولا هنا؟ البدايه اكتر مكان انا عايز السيليا فيه هنا ولا هنا؟ البدايه هنا السيليا بتلقط يبقى الانفانديبولوم ماشي اكتر مكان فيه سيليا تمام. طيب حلو الكلام. طب اكتر مكان فيه سيكريتوري سيلز بالنهايه الفانديبولوم ولا الانترابيورال؟ الانترابيورال. عارف انت لما تكون ايه تشتغل طول اليوم او عندك شغل مثلا في مزرعه ولا شيء بتاع واخر اليوم كده تروح البيت ده انا عايز وين الاكل وين الشرب ده انا هموت خلاص تمام. هنا مشيت رحله طويله وصلت هنا فمور سيكريتوري سيلز هنا ماشي، هنا مور سيليا صح مش العقل بيقول لنا كده هو كده بالظبط. هنا الانفانديبولم ده فيه اكتر سيليا، البارت اللي فيه اكتر مكان فيه سيليا الانفانديبولم، اكتر مكان فيه سيكريتوري سيلز ايه هنا. وما تقوليش كيف، هقول لك كيف. تخيل ان الايبسيليوم فيه 10 خلايا كده اهو ماشي تمام، هتلاقي فيه الفانديبولم، الفانديبولم هتلاقي مثلا ايه 8 خلايا عليهم ايه سيليا واثنين ايه سيكريتوري ماشي. في الانتراميورال هتلاقي الثمانيه ايه سكريتوري واثنين عليهم ايه سيليوس. وضحت؟ واضح. طب حلو الكلام. طب اكتر مكان فيه ايه فولدد، اكتر مكان فولدد اللي هو الواسع دوت. مش انا قلت لك ان انت ايه لما تكون ايه تخين كده وتيجي تخس تلاقي ايه عندك كرمشه كده في الجلد تلاقي ايه فيه فولدد هنا، اكتر مكان فولدد في الامبوله. ماشي واضح؟ واضح. واضح؟ واضح.
طيب اكتر مكان في غدد الامبولا، اكتر مكان سيريال انفانديبولا، اكتر مكان فيه سيكريتوري سينس الانتراميورال. طيب اكتر مكان سيكول فيه المصل ايه تخينه، اللي هو المكان اللي جنب اليوترس، لان اليوترس زي ايه تخين. تمام ايه في مايومترم، والمايومترم تخين، يبقى اكتر مكان فيه ايه تخين اللي هو الانتراميورال والاسمس. ماشي سهله السيك بارت اللي هو الانتراميورال والاسمس، سهله كده واضحه. تمام اقول لك سامري، الفالوبيال تيوب تتكون من الاجزاء الاتيه، تتكون من الميكوزا الهيستولوجي حقتها من الميكوزا والسيلوزا والسيلوزا. الميكوزا انر سيل، الميكوزا سيمبل ايه كلامنا الايسيليوم بارشل سيليت بارشل ايه سيكريتوري، والماسكولوزا عباره عن انر سيركولار اوتر ديبروتودينال، والسيلوزا دي بروتونيال ايه كفر. ماشي البارتس بتاعت الايه الفالوبيان تيوب انتراميورال والاسمس والامبولا والانفانديبولم وفيمبريال اي ان. ماشي اكتر مكان في سيلياس انفانديبولم، ماشي اكتر مكان في سيكريتوري سيلز اللي هي الانتراميورال بارت، ماشي اكتر مكان فولدد اللي هو الامبولا. خلاص واضح كده، اكتر مكان فولدد اللي هو الامبولا، اكتر ايه مكان اي سيك اللي هو فيه المصل اللي هي اي سيك. يا عبد الله معاذ معتز، اكتر مكان اي سيك في الفالوبيا تيوب بس انتراميورال والاسمس. واضح كده يا شباب، قتلك بحثا صحيح؟ صحيح تمام واضحت خالص. فهمتوها ولا لا؟ فهمتوها الكلام دوت؟ يعني يا شباب انا لما اقول لك الكلام والحكايه والروايه مش غرور، تفضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى، وانا عايزك ايه تفهم يعني، واحنا نشكر.